ازيكم عاملين ايه؟ النهارده صحينا على خبر انه الولايات المتحدة الامريكية او امريكا اصبحت الدولة رقم واحد على مستوى العالم في عدد الاصابات بمرض الكورونا وتعدت الصين وايطاليا. ازاي وصلت امريكا في الشهرين اللي فاتوا دول للمرحلة دي؟ ده اللي هنعرفه النهارده، يلا بينا. أول حاجة لازم نعرفها هو إنه طريقة انتشار مرض الكورونا تتبع الدالة الأسية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو بصينا الأرقام مثلا في أمريكا، أول حالة تم توثيقها كانت في 19 يناير 2020، كانت لشخص عمره 35 سنة ووصل من مقاطعة ووهان يوم 15 يناير لواشنطن، وبعد وصوله بأربع أيام بدأت تظهر عليه أعراض المرض. بعد كده في 2 مارس 2020، بعد حوالي شهر ونص من الموضوع ده، بدأت عدد الحالات في أمريكا توصل حوالي 89 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية كلها. النهاردة في آخر شهر مارس، عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت حوالي 85,000 حالة، يعني بحوالي 10,000 مرة أكتر من العدد اللي كان موجود في أول الشهر. ده يفهمنا إيه؟ يفهمنا إن طريقة انتشار المرض بتنتشر بالشكل ده. لما يكون في شخص مريض، لو قلنا بينقلوا الاثنين فقط، فالاثنين دول بينقلوهم الاثنين اكتر، فبيبقوا 4 وبعدين 16 بعدين 64 وهكذا. طبعا الارقام بتكون اكتر من كده بكتير، لان الشخص المريض الواحد ممكن ينقل المرض لاكتر من فردين. دي اول نقطة. تاني نقطة وهي نقطة الحجر الصحي. لازم نعرف انه امريكا الناس فيها ملتزمتش بموضوع الحجر الصحي او فهمته وفهمت اهميته وخطورته إلا بعد وقت متأخر شوية عن باقي الدول، وبالتالي ده كان له نسبة كبيرة جدا في فكرة زيادة عدد الإصابات بشكل كبير جدا في فترة قليلة. واللي بيأكد الكلام ده إنه مثلا على حسب الأرقام النهاردة، ولاية نيويورك هي فيها حوالي نص عدد الإصابات من مرض الكورونا، حوالي 37,000 حالة من الإصابات بس في ولاية نيويورك، ومدينة نيويورك لوحدها فيها حوالي 23,000 حالة من الإصابات بمرض الكورونا. النهاردة عدد الوفيات الكامل في أمريكا من فيروس الكورونا حوالي 1300 وفاة، وكلام ده في فترة قليلة جدا من الزمن، بعد ما كان في أول الشهر عدد الإصابات الكامل حوالي 89 حالة ومفيش وفيات على الإطلاق. وده يودينا النقطة الأخيرة وهي عدد كبار السن في أمريكا. أمريكا هي تالت أكبر دولة في عدد السكان على مستوى العالم بحوالي 330 مليون نسمة. عدد كبار السن الفوق 65 سنة حوالي 16% من عدد السكان، لكن على حسب الإحصائيات اللي اتعملت، حوالي 40% من عدد الإصابات بمرض الكورونا في أمريكا ما بين 20 سنة وحاجة 50 سنة، بالتالي أقل من كبار السن، يعني في فئة الشباب. وده بيأكد على النقطتين اللي فاتوا، وده أدى لانتشار عدد الإصابات بشكل كبير جدا. الحاجة المهمة جدا ولازم نعرفها كلنا هو إنه الحجر الصحي هو الأداة الوحيدة الموجودة دلوقتي في إيدينا، لأنه لم يتم العثور على علاج أو دواء أو تطعيم مناسب لمرض الكورونا. وعشان نقدر نحن نتغلب على الفيروس ده ونتغلب على الوباء المتفشي حاليا زي أي وباء عدى على الإنسانية قبل كده، لازم يكون عندنا حاجتين: مناعة وعلاج. والمناعة العامة دي بتيجي عن طريق التعرض للمرض، سواء كان مباشرة أو عن طريق أخذ علاج له أو تطعيم أو دواء، وبالتالي احنا ما عندناش الخيار أو الأوبشن ده حاليا. فالحاجة الوحيدة في إيدينا هي الحجر أو العزل الصحي علشان نمنع من انتشار المرض بشكل كبير جدا لحد ما يتم التوصل لعلاج أو دواء. هنتكلم برضو على تجارب دول تانية زي إيطاليا والصين وألمانيا، هتلاقوا اللينكات بتاعت الفيديوهات تحت في وصف الفيديو أو في الديسكريبشن. في النهاية بتمنى الشفاء لكل مريض والصحة والسلامة للجميع. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتدخلوا على الموقع بتاعي عبدالرضا.com علشان دايما يوصلكم كل جديد. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.